ده ملف قضية عيسي، تعب، تدقيق، تمحيص، تبطيء. ايه كل ده؟ كل ده ايه؟ ده لسه فيه ملفين تانيين قده. انت ليه بتتعامل على ان انا خلاص وكلناك في القضية؟ لو انت تقدر تجيب محامي غيري ولا ايه؟ للأسف القرار مش في ايدي. قرار انا مش هطلب منك اتعب دلوقتي. يا كمشوشي القضية صعبة عليه. مفيش قضية تصعب عليا. وبعدين هي القضية هتبقى صعبة؟ أصعب من قضيتك يعني اللي أنا كسبتها لك وخليتك وخليتني حديث البلد كلها. يا كمشوشي أنا سامع إن مها الغزالي جايباله محامي أكبر منك بكتير. مفيش محامي في البلد دلوقتي أكبر مني، وأنا مش محتاج حد يساعدني. ماتي؟ مش هيساعدك، أنت اللي المفروض تساعده ده لو وقفت. اسحبها بدرع، اسحبها بدرع. خلاص 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 سحبتها، بس اسحب أنت الملف ده كمان من قدامي. القضية دي يا كمشوشي لو جلت فيها إعدام أو مؤبد. ما تخافش، مش هتجلي. أنا مسكت أول الخيط. فتش عن المرأة. أنهي مرة؟ كل الستات اللي عدت على زير النساء ياسر الشواربي في حياته. وكل الستات اللي عدت على عيسى الفقي في حياته برضه بس من غير ما يقصد. ما توضح لي أكتر. نعم؟ وضح لي أكتر. لا مش هوضح لك أكتر. لا يا حبيبي، أنت عايز تسرق مجهودي وتروح تديه للمحامي التاني اللي أنت عايز تجيبه؟ لا، أنا الأستاذ كمشوشي. بقول لك إيه يا وسيم؟ أنا البتاع ده جوعني أوي. ما تبعت تجيب لي سندوتشين كبدة وسجق من عند الراجل اللي بيبيع لحم الكلاب على باب المكتب عندك ده بره ولا العيادة دي؟ أنا على لحم بطني من الصبح. أنا جاي أسألك سؤال واحد بس. أنت قتلت ياسر؟ لا مش أنا. مش خايف يعدموك؟ مفيش أي دليل إن أنا اللي قتلته أو إني كنت موجود في الفيلا أصلاً. أنا شفتك وأنت بتبص على سارة وياسر من سور باب الجنينة وراني. بص، محدش يعرف الكلام ده خالص، ما اتكلمتش، وعندي استعداد أفضل ساكتة، بس بشرط واحد بس، تقولي كل حاجة بصراحة. أيوة كنت في الفيلا ليلة الفرح. معرفش ليه كنت عايز أشوفها وهي بتتجوز. يمكن كنت عايز أثبت لنفسي إن أنا هقدر أعيش من غيرها وإنها ما تستاهلش حسرتي عليها. فضلت واقف لغاية لما خلصوا رقص وكنت خلاص همشي، فجأة سمعت صوت الرصاص ولقيته وقع ساح في دمه. اتخضيت واتخذت ولقيت نفسي بجري قبل ما حد يشوفني. كنت عارف ان انا اول واحد هيتهموني فيه. نفسي اصدقك. ده اللي حصل. طب احلف. احلف لك بربنا اللي خلاك تحبيني وما تصدقيش ان انا قتلت اخوكي؟ اوعى تفتكر ان حبي ليك هيخليني انسى اخطر اخويا منك. لو فعلا كنت قتلته. مش محتاجة اقتله. لو هقتل كنت قتلتها هي. هي اللي غدرت بيا مش هو. انتي عايزانا ترافع عن عيسى الفقي؟ انا اديته فكره. مستنيك تحدد ميعاد عشان يعمل لك التوكيل. الاتعاب كلها عندي. يا ريتها مشكله اتعابه بس. انا محامي العيله بقى لسنين. هقول ايه لنا والهانم لما تسالني ازاي هدافع عن المتهم بقتل ابنها؟ قول لها رانيا ضغطت عليا. كده هترجع لك انتي. ما تقلقش. هعرف ادافع عن نفسي كويس. زي ما انا عارفه انك هتدافع عن عيسى. في الحقيقة أنا درست ملف القضية كويس، لكن أنا وليد قالي إن موقفه ضعيف جدا. إطلاقا؟ إزاي؟ ده كان حبيب سارة وياسر اتقتل قبل دخلته عليها. شوفي، عمر الدافع ورا الجريمة ما كان دليل كافي لإدانة المتهم. أيوه بس سلمى وماهر شهدوا إن عيسى هدد ياسر بالقتل. برضه مش كفاية. التهديد في حد ذاته مش دليل مادي. إيه الدليل المادي اللي تقصده؟ إنهم يلاقوا المسدس اللي اتضرب بيه ياسر ويطلع مسدس عيسى وعلى الأقل بصمته عليه. طبعاً ده ما حصلش لغاية دلوقتي. كمان مفيش أي بصمات لعيسى في مكان الحادث. محدش شافه في الفيلا أو قريب منها ليلة الفرح.
كل ده يعتبر في صالحه لغايه دلوقتي. ويخرج براءه؟ اسرع طريقه لتبريئه عيسى اننا نوصل للمجرم الحقيقي. ازاي؟ هنفكر مبدئيا بالطريقه اللي ما فكرتش بيها النيابه. مين غير عيسى من مصلحته يقتل ياسر؟ عريسك اتقتل ليله الدخله وخطيبك هو اللي قتله. انا ما اتخطبتش غير لياسر. هو مش عيسى ده كان عايز يتجوزك قبل ما تتخطب لياسر وحاول الانتحار بعد ما اتخطبتي له؟ لا حضرتك انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. امال انت في المستشفى كنت بتعملي ايه ساعه لما حاول الانتحار؟ ايوه انا رحت علشان اطمن عليه، بس مفيش اي دليل يعني ان هو حاول ينتحر عشان. حلو قوي بقى التمثيليه اللي انتوا بداتوها دي عشان تعملوا خطتكم. خطه ايه؟ انك تستني لحد ما كاتب كتابك يتم على ياسر ويجي حبيب القلب يقتله ليله الدخله وبعد كده تورثيه وتتجوزه. بسيطه يعني. طب هو حضرتك انا هتجوزه ازاي وهو في السجن؟ ما انت ما كنتش تعرفي ان هم هيقبضوا عليه؟ انا اللي اعرفه ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولحد دلوقتي مفيش اي حاجه اتثبتت على عيسى. ماشي. خدي بالك بقى ان هو قريب قوي هيتحول للمحاكمه، وجايز كمان تكوني معايا. يوم ما هيثبت حاجه هتثبت على الكل. واضح انك تهم انسه رانيا زي ما انت عزيز عند مها الغزالي. سمعت انها جابت لك محامي من طرفها. فعلا. يبقى لازم تختار واحد فيهم. انا عرفت ان رانيا بتثق فيك. يبقى المرة الجاية هتعمل لي توكيل. والسؤال الأول قبل ما نبدأ أي حاجة، أنت اللي قتلت ياسر الشواربي؟ لا. أستاذ عيسى، إحنا هنا لوحدنا وأنت اخترتني أبقى المحامي بتاعك، يعني سرك كله هيكون معايا. يا متر أنا لو كنت قتلت كنت اخترت المحامي بتاع مها الغزالي مش محامي رانيا أخت ياسر. يبقى لازم تساعدني عشان نظهر براءتك. من ناحيتي هقول لك كل اللي أنا أعرفه. أول ما نوصل للقاتل الحقيقي هتلاقي نفسك على الأسفلت. وإحنا هنعرف إزاي القاتل الحقيقي؟ أنت اشتغلت مع ياسر، عارف أعدائه. مش كلهم. قول اللي تعرفهم. نعيم دنجل. الكلام اللي سمعته ده صحيح؟ كلام ايه؟ خليتي المتر سالم يمسك قضية عيسى؟ ايوه. ازاي؟ عادي. أي متهم محتاج محامي عشان يدافع عنه، إيه المشكلة؟ يدور على محامي بعيد عننا، مش إحنا اللي هنوكل محامي يدافع عن اللي قتل ابننا. لسه ما تأكدناش إن هو اللي قتله. ياه. كنت فاكراكي هتحزني على ياسر أكتر من خوفك على الكلب ده. حزني على ياسر هو اللي مخليني بدور فعلا مين اللي عمل فيه كده. وخصوصا أنا متأكدة إن عيسى ملوش دخل. لسه بتحبيه بعد كل اللي عمله؟ مش قادره اكرهه لحد ما اتاكد ان هو اللي قتل ياسر فعلا. والناس تقول علينا ايه؟ وكلنا محامي دافع عن اللي قتل اخوكي. طول عمرك بتنصحيني ما اسمعش الكلام الناس، ايه الجديد؟ بس نسيت انصحك ما تمشيش ورا كلام قلبي. اخوكي مات، ما فضليش غيرك انت، وشايفاكي بتنتهي وبتتدمري على ايد نفس المجرم اللي قتل اخوكي. انا هضيع فعلا لو عيسى اتسجن ظلم وما عرفتش مين اللي قتل ياسر. نسيتي تطلبي مني الحبوب الشهر ده؟ خلاص ما بقتش محتاجاها. احنا كنا مانعين خلفة عشان كنا متجوزين في السر. ايوه بس انا شايف ان احنا محتاجين شويه وقت قبل ما الحمل ده يحصل. ليه؟ يعني خايف ننشغل عن يارا، انت عارفه ملهاش حد غيرنا. قصدك خايف انا انشغل عن يارا؟ سلمى حبيبتي انا وانتي مفيش بينا اي فرق خصوصا مع يارا. بس انا من حقي اكون ام. طبعا يعني بس انت عارفه يارا مامتها لسه ميته قريب، وظهور اي بيبي جديد في الوقت ده ممكن ياثر عليها نفسيا على حسب كلام الدكتور. والدكتور ده بقى ما قالكش على نفسيتي انا؟ سلمى حبيبتي انت عارفه انا ماليش في الدنيا دي غيرك انت ويارا.
لما نستنى شوية على البيبي انت اكتر واحدة هتستريحي. وهنستنى شوية قد ايه بقى؟ يعني سنتين ثلاثة. بس احنا ما كناش متفقين على كده لما جينا نتجوز. طيب ما احنا قاعدين بنتكلم وهو ممكن يتفق. أنا ترددت كتير قوي قبل ما أجيلك. نوال هانم اتهمتني إن أنا اشتركت معاك في قتل ياسر. وإن إحنا عملنا التمثيلية دي كلها علشان نورثه ونتجوز بفلوسه. هو أنا ما استغربتش زيك كده. في الحقيقة أنا كنت متأكدة إنها هتحاول تسجني وتخلص مني. خصوصًا إني هورث ياسر وهو ما لمسنيش. أيوة يا عيسى، ياسر ما لمسنيش. زي ما يكون ربنا رايد إن أنا ما أكونش لأي حد غيرك. فاكر زمان لما قلت لي إن إحنا ربنا خلقنا عشان بعض؟ أنت اللي نسيتي. لما رحت اتجوزت ياسر وما افتكرتنيش بس غير لما هو مات. يمكن أحتاج فترة طويلة قوي عشان أقدر أقنعك. أنا ليه وافقت على جوازي من ياسر؟ وانت بقى جايه النهارده عشان تقولي لي الكلمتين دول؟ انا جايه اقول لك ان انا هفضل جنبك لحد ما تخرج من هنا، مع انك اخترت محامي رانيا. وده بقى اللي مضايقك؟ محامي رانيا هو محامي ياسر، هو محامي العيله كلها. يعني في النهايه هو محامي نوال هانم اللي اتهمتك بقتل ابنها. وانت مش خايف يكون ده فخ ومنصوب لك علشان ما تجيبش محامي يدافع عنك بجد؟ يا عيسى، عيسى نوال أكيد متفقة مع رانيا عشان ينتقموا منك. رانيا مش ممكن تأذيني أو تغدر بيا. آه. تبقيش تتعبي نفسك وتيجي هنا تاني. عيسى غلط لما استعان بمحامي غيري في القضية دي. أنا كمان مش عايزك أنت راخر تغلط الغلطة دي يا متر وتكمل في القضية دي من غير مساعدتي. مساعدتك؟ آه طبعًا. أنت يا دوبك لسه ما عرفتش عيسى إلا بعد ما اتقبض عليه. إنما أنا بقى أنا المحامي بتاع وسيم، صديق عمره. يعني أنا أعرف كل حاجة عن عيسى. عيسى قال لي كل حاجة تهمني في القضية. إزاي؟ إذا كان عيسى نفسه ما يعرفش حاجة. ما يعرفش حاجة من اللي أنا أعرفه. اللي هي إيه؟ كده انت ابتديت تفكر صح يا متر، وانا هقول لك. انا عندي معلومات تقدر توصل بيها للقاتل الحقيقي، ومش هبخل عليك بيها، بس على شرط نتفق الاول. نتفق على ايه؟ انا مش هقول لك 50-50. مبدئيا كده انا هاخد 30% من الاتعاب، والناس دي كلها اللي بره واللي جوه لازم يعرفوا ان انا وانت اللي خرجنا عيسى براء. يا سلام. اه، ومش هتكلم ولا كلمه الا لما تجيب ورقه وقلم وتكتب اللي اتفقنا عليه ده. استاذ كمشوش جدع جدع، يلا بقى هات ورقه وقلم. انا كنت متاكد انك هتوافق. هات ورقه وقلم وانا همليك. يلا انا همليك. فرصه سعيده جدا. انا اسعد. انا اسعد. انا ما عنديش وقت اقدر اديه معاك اكتر من كده. اتفضل. طيب، عموما ده الكارت بتاعي، فيه رقم التليفون الوحيد اللي معايا. هتتزني وهتحتاجني وهتطلبني، ان شاء الله يعني هتطلبني، وساعتها انا هطلع ابن اصول وهرد عليك. سلام عليكم. شنطتك قضايا وملفات الناس طبعا. أنا مسافرة الأسبوع الجاي وجاية عشان أخد بقية حاجتي لهنا. آه طبعا، اتفضلي اتفضلي يا مريم. هو في حد هنا غيرك؟ لا، أصل أنا مش قاعد هنا أصلا.
أنا باجي بس أريح شوية كده قبل العيادة أو بعدها. اتفضلي اتفضلي يا مريم. اتفضلي. ثانية واحدة. اتفضلي يا مريم. أنا هنزل العيادة و... وأنت بعد إذنك بعد ما تخلصي بيقفلي الباب وراك. لو احتجتي أي حاجة قولي لي يعني. سوري. عايزاكي تجيبي لي شقة بسعر كويس. وشقتك مالها؟ ما صاحبها عايز يجوز ابنه فيها. وبعدين أنا زهقت من موضوع الإيجار ده. طيب داليا شقة تمليك، مش المفروض جوزك اللي يجيبها؟ أيوة، ما أنا مش عايز أزود عليه مصاريف. للدرجة دي بتحبيه؟ قد ما هو بيحبني، وقد ما هو بيحل لي مشاكلي. طيب أنا هدفع لك المقدم، وأنتي هتقسطي البيت. خلاص ماشي اتفقنا. بس بشرط. تكتبيها باسمك. طبعا. بقول لك يا دا، عايزاكي تحاولي تتخلصي من شقه جوزك القديم. ليه يا مها؟ ما سعرها قليل، وبعدين دي فوق العياده عنده، يعني اكيد هيحتاج لها في يوم. ايوه حبيبتي، المشكله في مراته الاولانيه، مامتها ساكنه في نفس العماره. ايوه بس هي ما بقتش قاعده مع مامتها، هي بقت قاعده مع اختها في الشقه اللي جابها لها ياسر. بس يا داليا اكيد بتيجي تزورها. وانت ليه عايزه تخوفيني؟ انا مش بخوفك، انا بس عايزاكي تحرصي من الموضوع ده. اسمعي كلام اختك الكبيره. انا قلت استنى لما تخلصي، يمكن تكوني محتاجه حاجه. شكرا. انت يا صافي فين؟ دبي. يعني مؤتمر جديد؟ لا، عقد عمل. هتشتغلي هناك؟ بقاليش حاجة هنا. هتقعدي قد ايه؟ يعني سنتين ممكن اجدد. انت حاسة ان هو ده اللي انت محتاجاه دلوقتي؟ انت مش عايزه تسافري؟ بعد اذنك. مريم.
قولي يا عيسى، ايه اللي خلاك تختار المحامي اللي رانيا جابته لك؟ علشان عرفت انه اشطر من التاني. لا يا راجل، ولا عشان تثبت للمحكمه ان عيله القتيل جايبه لك المحامي بتاعهم يدافع عنك؟ طبعا ده معناه ان العيله دي مش مصدقين ان انت القاتل. شوف يا عيسى، لو انت فاكر ان اي قاضي هياكل بالكلام ده تبقى غلطان. ايه؟ كاتب وحشك؟ لا، بس اللي اعرفه ان مفيش تحقيق بيتم من غير كاتب يسجل اللي بيتقال. ماشي. بصوا يا عيسى، انت ممكن تعتبرنا ان احنا اتنين صحاب، كلمتين كده بيننا قبل ما التحقيق يبقى رسمي. وانا ما عنديش كلام اقوله بره التحقيق. على فكره يا عيسى، انت ذكي وانت عارف ان القضيه لابساك لابساك. حاول بقى تعترف، لان الاعتراف ممكن يفيدك قوي في القصه دي، ممكن كمان يخفف عنك الحكم. انا مش هعترف بحاجه انا ما عملتهاش. شوف يا عيسى، محدش هيصدقك عشان الادله كلها ضدك. سيادتك، لو عندك ادله ضدي ما كنتش ركزت طول الوقت انك تخليني اعترف بحاجه انا ما عملتهاش. لا يا حبيبي، انا بأثر عليك المسافه بس. انت بتحاول تأثرها عليك انت مش عليا انا. انت قلت لي انك خارج. انت خارج فعلا، بس ما قدرتش اسيبك، خفت ما اشوفكيش تاني لما قلت لي انك مسافره. يبقى انا اللي ما كانش لازم اجي من الاول. يمكن ربنا رايد ان احنا نتقابل. ما تجيبش سيره ربنا. ربنا اكيد مش راضي على اللي عملناه دلوقتي. احنا ما عملناش حاجه غلط، انت احنا لسه في فتره العده. بس احنا اتطلقنا رسمي. يبقى نتجوز رسمي. يعني ايه؟ يعني هترجع لي عشان نصلح غلطتنا؟ ما كنتش عايزك من الاول، ما كناش غلطنا اصلا. يعني انت بتعترف ان احنا غلطنا دلوقتي؟ وغلطنا اكتر لما اتطلقنا. مش قادره اصدق ان كل ده يحصل كده فجاه. انت زعلانه عشان هنرجع لبعض؟ انت متجوز غيري. يعني ايه؟ يعني انت هتبقى متجوزنا احنا الاثنين؟ وهتبقى متجوز مين على مين بقى؟ انا ولا هي؟ كفارة يا نعيم بيه، قبل ما نحصلك بقول الله. ان شاء الله. كفارة يا نعيم باشا، مع السلامة. وحشنا والله يا نعيم باشا. حبايب الله يبارك فيكم يا رجالة، أشوفكم بره إن شاء الله. وأنت مش هتقول لي مبروك ولا إيه؟ على ايه؟ خدت براءة في النقد. ما تحاولش تخبي القهرة اللي جواك. أنا عارف إنك آخر واحد ممكن يفتح له. ليه بقى؟ عشان شهدت ضدي في المحكمة. كنت عاوزنا نتعدل. أنا قلت اللي شفته. وأنت ما انتكش بأي حاجة. أنت خسرتني ببلاش. أه، ياسر اللي صلتك عليا ومات. وشهادتك ضدي طلعت في شنك. وأنا طلعت براءة. وأنت هتفضل جوه هنا. بس أنا بقى لما أخرج مش هفكر غير في حاجة واحدة بس، إني أبقى متأكد إنك هتفضل هنا. مريم، مريم استني، لازم نقعد ونفكر ونشوف هنعمل إيه. مش هنعمل حاجة، ولعلمك بقى أنا مسافرة ومش هتشوف وشي تاني. ده مش حل. أنا ما عنديش حل غيره، واللي حصل بينا ده تنساه وتنساني أنا كمان وما تكلمنيش تاني، ماشي؟ مريم، مريم، مريم. Thank you.
مش هينفع داليا دلوقتي، مش هينفع خالص. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. أنت كنت فين؟ كنت في العيادة. أنا كلمتك. كان لسه سوري والله لسه شايف الرقم دلوقتي. وحشتني. وأنت كمان. على فكرة بقى أنا رحت المعهد النهاردة عشان تشتري لي شقة جديدة. ليه؟ مش عارفة كده الشقة دي مش بتاعتنا يعني كده وصغيرة مش حلوة لأ. بس إحنا يا دوب اتنين يعني. ايوه ماما احنا هيجي لنا ضيف تالت في الطريق. انا حامل. انت عارف يا حبيبي؟ ده احلى يوم في حياتي. البيبي ده هيبقى حته مني، حته مني. هيكبر كده وسطنا كده ونشوفه وهو بيكبر. وكل ما هنتخانق هيهون علينا. دي هتبقى اكتر حاجه بتربطنا ببعض يا حبيبي. ربنا يخليك ليا. اتاكدتي من الحكايه دي؟ اه طبعا متاكده. ده انا عملت التحليل ده مرتين، مره هنا في البيت ومره في المعمل. متاكده والله. انت عارف؟ انا ما قلتش لاي حد. انت اول واحد تعرف. عاملها لك مفاجاه يا حبيبي. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك علينا. انا هعمل احلى عشاء في الدنيا عشان بقى ايه نحتفل بالمناسبه السعيده. طب والعشرة كرام دول يا متر؟ أنا كنت متأكد إنك هتتصل بيا. أنا عارف، أنا عارف إنك مش هتقدر تكمل في القضية من غيري. ارتاح يا أستاذ كمشوش، اتفضل. آه بس أنا مش هرتاح ولا أنطق بكلمة واحدة من اللي أنا قلت لك عليه إلا لما نتفق الأول. اتفق على إيه؟ عموماً أنا هديك 10% لو جبتني معلومات حقيقية ومفيدة. 10%؟ ماشي. أنا موافق. خد عندك. نعيم حاول يقتل ياسر. عيسى أنقذ ياسر وتبرع له بدمه. الأغرب بقى إن ياسر مرضيش يتهم نعيم في محضر الشرطة. طب ليه؟ عشان ينتقم منه على راحته. آه عشان كده خطف منه أرض العين السخنة. وده اللي خلى نعيم يحاول يقتل ياسر مرة تانية. ازاي هو في السجن؟ بالعكس دي نقطة في صالحه. ما هو كده هيبعد عنه كل الشبهات ويلبس الموضوع كله لعيسى ويبقى خلص من ياسر وعيسى في ضربة واحدة. اه قصدك انه له رجالته اللي بره السجن. رجالته وستاته كمان. نسمة. برافو عليك. ايوه كده. اسخن وادخل الفورمه معايا يا متر. بس ازاي هنقدر نثبت كل ده؟ ربنا بيحبك. طول ما انت معايا ربنا هيسترها معاك ان شاء الله. انا عرفت ان نعيم خد براءه من قضيه ناصر وهيخرج بره على الاسفلت قريب. يعني هيبقى تحت عينينا هو ونسمه حبيبته دائما. ها؟ ايه رايك بقى في اللي انا قلته؟ والله كلامك معقول المرة دي. طب ما هتجيب حاجة تحت الحساب بقى يا متر. طب بلاش بلاش. وحشتيني. وانت وحشتيني أكتر. أنا من غيرك كنت في السجن أكبر من اللي أنت كنت فيه. ياه. ربنا ما يرجع لعندي تاني. معقولة تخرج من تلات أيام ما أشوفكش غير النهاردة؟ معلش. خفت أحسن لسه كنا هنا على ليه هي الحكومة ما وراهاش غيرنا؟ معلش.
الاحتياط واجب. طب كنا اتقابلنا عند ازاي بقى؟ عاوزين نروح برجليا شقة المرحوم. طب خلاص المرة الجاية اروح لك انا. يعني كمان الشقة اللي اتقتل فيها؟ طب يعني احنا عندنا شقة تالتة؟ وايه المشكلة يا حبيبتي لما نجيب شقة تبقى بتاعتي انا وانتي؟ نعيم، اوعى تكون ناوي تغدر بيا بعد كل اللي عملته عشانك. اغدر بيكي؟ انا لسه متأكد ان لسه عندك حاجات لسه ممكن تعمليها. حاجات ايه تاني بعد ما كل اللي عوزته حصل؟ لسه ما حصلش. وعيسى اتسجن بس لسه ما خدش حكم. عيسى فعلا هيخرج براك. انت جاي تهددني؟ الجلسه الاولانيه في صالحك. وانا لو عايز اقتل حد هجيب واحده ست تساعدني. احنا هنبعد عن بعض. ما كنتش عارفه ازعل على بنتي قد ما زعلت عليك. هنتجوز. يعني تبقى محامي العيله وتدافع عن مجرم قتل واحد فيها؟ انا وانتي في مكان واحد. مش هينفع نكمل شغل مع بعض واحنا كده. انت واسر الشواربي بينكم قصه عداوه كبيره قوي. لكن ما قالوش هقتلك. وهو اللي انت قلتيه ده كان شهاده حق. مجرم حامل. انت عارف معنى اني ما نزلش البيبي ده ايه؟